وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال يخص برنامج كورة بإطلاق أكبر حملة لمكافحة المخدرات. نتابع. ستطلق هذه الحملة، أتمنى من الجميع المشاركة وبقوة، لأن هذا هو خطر حقيقي يهدد كل أبناء العراق من زاخة وحتى الفاو، فيجب أن نساهم جميعا في توعية شبابنا وبناتنا من مخاطر هذه الآفة. أشكركم جدا. هذا الخطر قد أثر على شباب نسبة خطر كبير، لأن نسبة تعاطي المخدرات نسب مرعبة. أكو حسرة بداخلك كابتن. إيه لا أنا لأن يعني أعرف، بالتالي أنا من أقول لك نسب كبيرة، وبالتالي يجب أن يعي شبابنا أنه هذه الآفة أو هذا المرض راح يأثر عليهم بشكل كبير، وراح يأثر على مستقبل هذا البلد اللي يضم اللي يشكل 65% من المجتمع العراقي. فبالتالي أتمنى من الجميع المساهمة في توعية شبابنا، وهي رسالة موجهة إلى كل بناتنا وأبنائنا الابتعاد عن هذا الخطر، لأن الحفاظ على أرواحهم وعلى صحتهم وعلى مستقبل بلدهم بالنسبة إلي هو الهاجس الكبير اللي أسعى للقضاء عليه خلال المرحلة القادمة إن شاء الله.